والحمد لله رجعنا معاكم تاني في بيت أميرة، والنهاردة معانا ضيف جميل جدا ومحبوب جدا من أهله وحبايبه وجيرانه. فأول مقدمتي أقول الحمد لله مانح الهبات، مهيئ الطيبات، مرسل النفحات، الحمد لله على حسن الكفاية، الحمد لله على جميع الرعاية، الحمد لله على الدال على الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. النهاردة في حلقتنا مستمتعين بنموذج بجد، نموذج من النماذج الجليلة والنماذج الفاضلة المحترمة الخلوقة على مستوى الغربية اللي اتعلم على أيديها أجيال وأجيال، مربي فاضل وصاحب شخصية مؤثرة جدا ومحبوب بين الجميع، ابن قرية صنباط، قرية العباقرة. أنا مش لاقية كلام بجد أقوله أكتر من إن أنا أقدم حضرته وأقول له إزاي حضرتك يا شيخ رضا. الشيخ رضا الشال، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا في بيت اميره. اهلا بكم جميعا، ربنا يبارك فيكم. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ نحمد الله بخير، طيبين. الله يخليك يا رب. عايزين نعرف من حضرتك عن عظمه الرسول عليه الصلاه والسلام وقدره. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، شهاده عبد خضع لهيبه الله وتذلل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، سيد الأولين والآخرين، سيد الأصفياء وسيد الأتقياء، صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، خير من صلى وصام وقام وبشر وأنذر، صلوات الله وسلامه عليه، عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على شريعته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأفوض أمري إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورب العزة أيضا جل وعلا قال في كتابه الكريم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال له جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أهل العلم في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: والله ما فوق طه من بشر، كلا ولا ملك ولا جن، وإن يك ذا خطر، فهو الشريعة والحقيقة والكتاب وما أمر، وهو الشريعة والحقيقة وسر أسرار القدر، يا من به الكون انتظم، شرفت مكة والحرم والحجر ثم الملتزم، في الصخر غاص بك القدم، عن رمل لم تظهر قدم، لك أمة خير الأمم. والله ما خلق الإله ولا برى، بشرا يرى كمحمد بين الورى. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال فيه العلماء الأجلاء بارك الله فيهم: سيدي يا رسول الله، أنت الذي أخذ الإله لك من النبيين العهود، وبك رحمنا لا نعذب مثل عاد أو ثمود. سيدي يا رسول الله، سموت قدرا فعز الوصف تشبيها، أنت الذي أخذ الإله لك من النبيين العهود، وبك رحمنا لا نعذب مثل عاد أو ثمود. هذا النبي الكريم يكفينا شرفا أن الله تبارك وتعالى قال له في القرآن الكريم: ورفعنا لك ذكرك. في هذا الموقف الله تبارك وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الحياة، إذا قال العبد لا إله إلا الله قال محمد رسول الله، هذه رفعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علو وسلو وسمو لسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأذان في الخمس صلوات يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في كل لحظة من لحظات الحياة يذكر اسم النبي ويصلى عليه صلوات الله عليه وسلامه. فمهما تحدث العلماء عن هذا النبي الكريم لم يوفوه حقه، لا يعلم قدره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ونعم بالله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في برضك سؤال اللي هو أقسام الرقية الشرعية.
عايزين نخش اكتر ونعرف الناس ايه هي اقسام الرقيه الشرعيه. الرؤى او الرؤيه فيه فرق بين الرؤيه وفيه فرق بين الحلم او الحلم. الرؤيه امر طيب يراه المسلم في منامه بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من راى رؤيا تسره فليحمد الله وليحدث بها من احب، ومن راى غير ذلك فلا يحدث به ولا يبالي به. الكثير من الناس اذا راى في منامه امر مفزع يخاف ويفسره برغبته او على هواه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: المؤمن يرى لنفسه الرؤيا الصالحة أو يراها له أخيه المؤمن. فإذا رأى المؤمن رؤيا صالحة فهذه بشارة من الله تبارك وتعالى له على صلاحه وعلى استقامته. أما الحلم أمر مفزع، فالنبي أمر ألا يتحدث به المؤمن ولا يخاف منه. تمام. حضرتك برضك في سؤال، ايام كورونا وايام الكورونا اللي دخلت فجاه ديت، ايه نوع الناس برضك بايه بالكورونا؟ لان برضك دايما بنتوضى ودايما بنصلي ودايما طاهرين، نوعي برضك الناس بايه اكتر؟ نصايح من حضرتك للناس يعني للمجتمع كله، يعني احنا دايما اخوه مع بعضنا. نعم. فبرضك نتعرف اكتر، ايه حضرتك برضك من عندك شيخ جليل برضك تعرفنا اكتر. الأمر ده يحتاج إلى الأخذ بالوقاية. تمام. أخذ بالأسباب بالوقاية، لازم أخذ بالأسباب للوقاية، لأن العلماء قالوا: من أخذ بالأسباب فقد أخذ بالسنة، ومن أهمل الأسباب فقد أهمل السنة. الأخذ بالأسباب إيه؟ الله تبارك وتعالى يخاف على عباده، ومن حبه لعباده قال في القرآن الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وفي آيات أخرى: ولا تقتلوا أنفسكم. في هذا الوباء أو في هذا المرض الخطير للعالم كله، يجب على كل إنسان أن يعيش مع ما قاله أهل الطب والصحة في هذا المجال. أهل الطب هم أهل ذكر في تخصصهم، فيجب على كل مسلم أن يحتاط. والنبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قال لنا وعلمنا كيف نغسل أيدينا وكيف نتطهر 3 مرات لكل جارحة من جوارحنا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. النبي يعني بهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم يريد الطهارة للفم واليدين والجسد كله. فيجب علينا أن نأخذ بالأسباب، لعل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب. عايزة من حضرتك برضك إيه فايدة الاستغفار وأثر الاستغفار على المسلم وعلينا أجمعين، يعني إيه أثر الاستغفار؟ الاستغفار نعمة من الله وهدية من الله، من حال البشر من رب العزة جل وعلا. حينما أمرنا بكثرة الاستغفار، لأن في الاستغفار كما قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حضرتك برضك توصي المشاهد بإيه دلوقتي؟ يعني أوصي المشاهد بأن يحسن صلته بالله ونعم بالله، حتى إذا قال العبد يا رب قال الله له: لبيك عبدي سل ما تريد. الصديق الأول والصاحب الأول لكل إنسان في الحياة يجب أن يكون هو رب العزة جل وعلا. أنا بتشكرك جدا يا شيخ، وإحنا بجد والله مبسوطين بحضرتك، وبجد مسك الختام ختامها مسك كده مع الشيخ جليل رضا الشال منورنا، وأكيد ريحة الأكل مع الشيفة برضك. إحنا كده كده معزومين النهاردة مع الشيف النهاردة. بس قبل أي حاجة، إحنا مع عندنا عشان المسابقة النهاردة، مسابقة المصممة الإكسسوار زينب إبراهيم، جايبين برضك الصور الناس اللي كسبت معانا متاح دلوقتي، هنعرض برضك اهمت دول اللي كسبوا معانا في البرنامج.
في برنامج بيت أميرة، ونقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله بإذن الله الهدايا موجودة مستمرة دايما. عايزين دايما نشجع كده بيت أميرة في صفحة بيت أميرة مع أميرة شعلان. الصفحة موجودة على الفيس، موجودة باسم بيت أميرة مع أميرة شعلان. عايزين لايكات كتيرة يا جماعة، وتشجعونا دايما. وعلى اليوتيوب أميرة شعلان معانا. يا شيف عايزين برضك نشوف ايه اخبارك، عملت ايه بقى وورينا. ودلوقتي الفراخ اهي معانا، فاضل لسه في الطاسه كمان. حمرنا الفراخ، عملنا سلطه الكروسلون ما شاء الله. طبعا احنا ما قلناش على مكوناتها، يعني مكوناتها سهله وبسيطه، عباره عن خس كابتشي وجزر مبشور وبصل وعصير ليمون ومايونيز وزبادي. تمام. ما شاء الله. يعني حاجات سهله في الموضوع. سهله جدا. تختمي بقى تقولي ايه، مين اللي اثر فيك في حياتك؟ تختمي تقولي لجوزك مثلا، لبنتك. اتنين اثروا فيا في حياتي. تمام. اول حاجه طبعا والدتي متوفيه من وانا صغيره، يعني عندي سنتين. وبعد كده ربتني، كملت معايا اختي الكبيره الله يرحمها، وهي دي اثرت في حياتي جدا. وطبعا جوزي بقى من بعد اختي، جوزي الحمد لله وربنا يبارك لي فيه ويخليه لي يا رب ويديله الصحه يا رب. هنختم مع دنيا بقى بصوتها الجميل. عايزين معانا صوره الصفحه بتاع الشيف برضك، دايما تعلقوا لها يا جماعه، وعندي الناس تخش عليها وتعلق بقى وتفاعل. يا ريت اي حد يشترك لي في قناتي، قناه على اليوتيوب اسمها مطبخ نجلاء موسى. ولو حابب تخش على صفحه الفيسبوك اسهل طبخه، الشيف نجلاء موسى. اكون سعيده جدا ان شاء الله. ان شاء الله. دايما معانا دنيا بقى بصوتها الجميل، وهسيبكم بصوت العسوله الجميله الرقيقه دنيا. وان شاء الله باذن الله معانا يوم السبت الجاي. هتروحوا فين؟ في بيت اميره كل يوم سبت ان شاء الله باذن الله. ونسمع دنيا بقى ان شاء الله. يلا. قبلت كتير فرشوا عشان الارض حريق، وشفت كتير وما شفت ازاي حبيبي امير. مانش رايدة مانش رايدة، ومفيش فايدة الا هو، مفيش فايدة في البعد عشقا، في القرب عشقا، في البعد عشقا، في القرب عشقا، زي العسل على قلبي هوا، زي العسل على قلبي هوا، وزي العسل على قلبي هوا، زي العسل من صغرنا واحنا